بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أرحب فيكم إخواني وأخواتي الطلبة في مساق ومادة التنظيم والإدارة في التربية الرياضية. طبعا إحنا محاضرتنا السابقة كانت تتكلم عن، يعني تكلمنا بشيء بسيط من يعني من هو المدير، إيش أهمية هذا المدير، تكلمنا عن مسؤوليات هذا المدير، تكلمنا بعد هيك عن اللي هو الإدارة، ماهية الإدارة، بعض مهارات الإدارة، وطبعا شرحنا بما فيه الكفاية عن هذا الموضوع. طبعا احنا بدنا نعرف شغلة، انه كل المواضيع اللي احنا بنطرحها يا جماعة بتكون عبارة عن شيء مختصر، يعني هذا شيء بسيط من الشيء الكبير في كل مفهوم من المفاهيم اللي احنا بنعطيكم اياها في المحاضرات، لانه مجال الإدارة مجال واسع وشاسع، ولو انت فتحت كل محاضرة او فتحت كل كتاب خاص بالإدارة هتلاقي كل كلام يختلف عن الآخر، لكن الجوهر واحد، المضمون واحد. اليوم هنتكلم عن الوظائف الخمس بالإدارة. لو بدنا نبحث فعليا في كتب الإدارة بشكل عام، الإدارة العامة، أو بدنا نبحث في مواقع الإنترنت، هنلاقي أنه أغلب العلماء وأغلب الإداريين وأغلب المتخصصين في هذا المجال وجدوا أنه الإدارة مش شرط تكون خمسة. يعني في مثلا بعض الكتاب وبعض العلماء قالوا لا، الوظائف عبارة عن ثلاثة، في دمجوهم مع بعض، في قال لا الوظائف عبارة عن أربعة، في قال خمسة، في قال ستة، في قال سبعة من الوظائف الخاصة أو الوظائف وظائف الإدارة المشهورة والمعروفة. لكن إحنا هناخد الرأي الوسط اللي هو وعدد وظائف الإدارة هم خمس وظائف، خمس وظائف رئيسية ومهمة جدا 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 في المجال الإداري، وأي شخص يفقد وظيفة من هذه الوظائف فيعتبر شغله مش مزبوط، يعتبر شغله في خلل كبير في العمل الإداري. أول وظيفة هنتكلم عنها اليوم ألا وهي التخطيط الرياضي. خلينا نسرد مع بعض إيش الوظائف الخمس للإدارة. أول وظيفة معنا التخطيط الرياضي. إيش هو التخطيط الرياضي؟ هذه الوظيفة تهتم بتوقع، شوف، عملية توقع للمستقبل وتحقيق أو تحديد أفضل السبل ليش لإنجاز الأهداف. يعني أنا بأتوقع إيش بدي يصير معي في المستقبل، مش توقع إنه أنا بعلم بالغيب لا سمح الله، لا، لكن أنا بأضع خطة إنه أنا إذا مشيت بالطريقة هذه أنا حصل للنقطة اللي أنا بدي إياها، حصل للهدف. عملية تحديد السبل أو الطرق لإنجاز الأهداف التنظيمية تؤخذ بطريقة التخطيط بشكل عام. طبعاً إحنا اليوم هنتكلم عن هذا الموضوع بإذن الله. التنظيم الرياضي أو عملية التنظيم، إيش هو التنظيم؟ هو إيش؟ يعرف التنظيم الرياضي على أنه الوظيفة الإدارية التي إيش؟ تمزج، تعمل عملية مزج ما بين إيش؟ الموارد البشرية اللي هو إحنا كبشر، والموارد المادية سواء كانت عينية أو مادية أو إلى آخره، من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات اللي إحنا إيش بنسميها يا جماعة؟ الشجرة الإدارية. في عنا شجرة، زي ما في عنا شجرة العائلة، إنه السيدي والستي جابوا مش عارف مين ومش عارف مين جاب اللي بعدي، فبصير في عنا الشجرة. الشجرة هذه إحنا بنعمل عملية تنظيم للعائلة، وهذه نفس الطريقة عملية التنظيم هذه، بنعطي مهام، بنعطي صلاحيات، بنعمل عملية توزيع للمسؤوليات عشان يصير في عندي لكل واحد على كاهله مسؤولية محددة. فالوظيفة الإدارية، وظيفة التنظيم، لا تقل أهمية عن وظيفة التخطيط، ولا واحدة من هؤلاء الوظائف الخمس للإدارة تقل أهمية عن الأخرى. رقم ثلاثة عندنا التوظيف الرياضي. التوظيف الرياضي يهتم بإيش؟ باختيار وتعيين. شوف، اختيار، ركز في الترتيب والتسلسل. اختيار، بعمل عملية اختيار، بعدها ببدأ عملية تعيين، بعدك بعمل عملية تدريب، ثم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في الهيئة الرياضية أو في أي هيئة أيا كانت أو أي مشروع. شوف عملية التوظيف قديش مهمة. ثاني، عملية التوظيف، أنا في الأول بنزل إعلان، الإعلان هذا بيخليني أعمل عملية مقابلات، في المقابلات بيصير في عندي اختيار، بأختار اللي بدهم يقابله،
بعمل لهم مقابلات او بتم اختيارهم، بعدك بعمل لهم تعيين، بوظفهم عندي، بمضيهم عقود، بمضيهم اللي هو تعيينات الوظيفه. بعدك ايش بسوي له؟ مش بسيبه، لا، بدربه، بضلني ادربه. كل ما بينزل علم جديد او كل ما بيصير في تجديد في عملي لازم ينزل تدريب هذا الفرد. ثم ايش بسوي؟ بعدك بعمل عمليه وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هيك بتصير عملية إدارية، عملية يعني مثالية، عملية رائعة في اللي هو اتجاه الصحيح. بعدك نتكلم عن التوجيه الرياضي. بعد ما أنا خططت ونظمت ووظفت، بيجي عملية التوجيه. ببدأ أوجه الأفراد، ببدأ أوجه وأرشد الموظفين وأعمل عملية تحفيز لهم باتجاه الهدف، انه انت يا موظف بدك تمشي بالطريقه الفلانيه عشان نوصل للهدف بالشكل او بالطريقه السليمه والصحيحه مع البعد عن او الحد من الاخطاء. رقم 5 معنا الرقابه والمتابعه. التنتين الرقابه والمتابعه، في بعض الكتاب حطوا الرقابه لحال وحطوا المتابعه لحال، لكن انا دمجت لكم الرقابه والمتابعه، تمام، في اللي هو وظيفة واحدة من وظائف الإدارة الخمس، وهي الوظيفة الإدارية الأخيرة، هي مراقبة ومتابعة أداء الهيئة. إذا ما كانش يا جماعة في رقابة وفي متابعة لأي عمل كان إداري أو غير إداري، فالعمل يبوء بالفشل. يعني في مثل معروف، اللي ما اللي بيهتمش في ماله بيسرقوه، مش عارف، في مثل شيء زي. لازم عمليه المراقبه، المراقبه مهمه. المراقبه مش معناته انه انا جاسوس او انا عميل او انا يعني بدي اضع العقبات او انا، لا، المراقبه في ايش؟ في خضم جوده العمل. يعني انا بشتغل عشان عملي يكون جودته فوق الممتازه. باجي للموظف بقول له انت صار في عندك خلل. مش بقول له انت خلل وبروح بأخرب بيته، لا، بقول له في خلل واعمل على اصلاح هذا الخلل حتى يعني يسير هذا الموظف بالطريقه السليمه وبالطريقه الصحيحه لايش؟ لتحقيق الهدف المنشود في هذه الهيئه الرياضيه. بعد ما تكلمنا عن الوظائف الخمس للاداره، حنمسك اول وظيفه معانا، يمكن هي حتاخذ المحاضره كلها اليوم معانا، الا وهي الوظيفه الاولى للاداره، التخطيط. من كثر ما هذا العنصر مهم جدا، انا يعني خليته في محاضره لحاله، وقدر الامكان جبت لكم معلومات وبعض التفاصيل عن هذا التخطيط، لانه احنا يا جماعه مش بندرس هذه الماده فقط للامتحانات ولا اللي هو اجتياز المساق، لا، احنا لما نتكلم عن التخطيط على وعسى يطلع واحد ما بين الطلبه جميعا يبدا يخطط لنفسه بالشكل السليم، او يبدا يفهم انه في حاجه اسمها تخطيط، وحاجه اسمها اداره، وحاجة اسمها دراسة الإمكانات، وحاجة اسمها تقنين مثلا المصاريف. في شغلات كثيرة احنا في غياب عنها، ممكن عملية تخطيط ممكن أي فرد فينا يمشي فيها بالطريق السليم، وبعد عدة سنوات يكون هذا الإنسان نجح، وصل للغاية اللي هو حطها أمامه أو الهدف الذي وضعه أمامه. نيجي لمفهوم التخطيط عشان ما نطولش عليكم، خلينا مع بعض سريعا. يعتبر التخطيط الوظيفة الأولى للقيام بأي نشاط، وهو تحليل بيانات عن الماضي واتخاذ قرارات في الحاضر ولبناء شيء في المستقبل. شوفوا يا جماعة، بدون عنصر التخطيط الإدارة تهدم. شفتوا الصلاة ولا تشبيه؟ الصلاة إيش بنسميها إحنا؟ عمود الخيمة أو عمود هي الأساس. أول ما يسأل المسلم عند الإنسان عند ربه على الصلاة. الصلاة يعني أنت ممكن تقطع وتذنب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أداك الصلاة عشان يغفر لك. وكذلك التخطيط، بدون تخطيط لا وجود لمفهوم الإدارة. ليش؟ لأنه التخطيط هو اللبنة الأولى في العمل الإداري. طيب إيش بيعمل التخطيط؟ بيعمل عملية تحليل بيانات عن الماضي. أنا بدرس الماضي، هذا المحل اللي بدي أفتحه، هل نجح، كان مكانه ناجح ولا لا؟ طب إيش اللي كان فاتح قبله؟ طب كيف سمعته؟ بعدك بأخذ قرارات في الحاضر، هل أنا بدي أستكمل هذا العمل ولا ما بدي أستكمله وبدي أقف؟
وبعدك بأبني للمستقبل من خلال رؤيتي ورؤية المؤسسة والهيئة الإدارية بما يتناسب مع المجتمع. وهو أيضا اختيار بين بدائل، هذا ممكن، هذا تعريف. لو أنا قلت لك إيش التخطيط، تقدر تقول لي يعتبر التخطيط الوظيفة الأولى، أو تقدر تقول لي وهو أيضا اختيار بين بدائل متعلقة بأهداف والسياسات والخطط والبرامج لتحقيق هذه الأهداف إلى آخره. تيجي بتقدر تقول لي هو متاح من زمن، ويرى البعض أنه عبارة عن عملية التفكير التي تسبق اتخاذ القرار، برضو هذا تعريف. إذن في عندنا ثلاث تعريف أنا حطيت لكم إياهن هيني في المحاضرة. أول تعريف بيتكلم عن التخطيط الوظيفة الأولى للقيام بأي نشاط، وهو تحليل البيانات عن الماضي إلى آخره. الثاني تعريف بيتكلم عن اختيار بين بدائل متعلقة بأهداف والسياسات والخطط والبرامج لتحقيق هذه الأهداف، بمعنى أنه ينطوي على صنع قرار مرتبط بشكل بشيء غير محدد المعالم. هذا التعريف الثاني. والتعريف الثالث هو عبارة عن عملية التفكير التي تسبق اتخاذ القرار. عندك ثلاث تعريف بدك تكون عارفهم وبدك تكون على دراية فيهم. لو أجاك أي سؤال بيتكلم عارف التخطيط بدك تعطيني واحد من هدول الثلاثة والخيار لك. طيب، في عنا ثلاث نقاط مهمة، يعني خلينا نقول هي تمثل الخطوط العريضة التي يمكن الاسترشاد بها في هذه الوظيفة الإدارية. أول واحدة الالتزام، بمعنى أن يتم تنفيذ أي خطة بالتزام المنظمة باتباع إجراءات واضحة محددة وفي مدة زمنية لها بداية ولها نهاية. الالتزام. رقم اثنين المرونة، وهي الخاصية الأساسية للتخطيط بالمستقبل الذي يتعذر للأمام بكل احتمالاته وملابساته. إيش يعني مرونة هان؟ هانا إيش بنقصد في المرونة هان؟ هانا بنقصد في المرونة إنه أنا أي عقبة تقابلني كإداري لازم يكون في إلي خطة بديلة. بلاش صار عندي خلل في الإنترنت بستخدم مثلا بيانات الهاتف مثلا، هاي خطة بديلة. في عندي مرونة في العمل، لقيت الموظف مش متبع السياسة اللي رسمها المؤسسة، في لازم يكون في مرونة في اللي هو مخاطبة هذا الموظف، مناشدة هذا الموظف، فهم التفاصيل من هذا الموظف. بنفعش انه انا اكون كإداري جامد. الجمود لا يصلح للإدارة، مش في كل الحالات، في شغلات انه يعني توجب الجمود، لكن في كثير من الامور والأصعدة لا تحتمل الجمود، تحتاج إلى مرونة الموظف نفسه. رقم ثلاثة عندنا الشمول والتدرج في الخطة، عملية شمولية ومن ثم تدرج في الخطة بشكل تسلسلي. نيجي نتكلم عن عناصر ومميزات التخطيط في النشاط الرياضي. إمكانية التنبؤ بالمشكلات المستقبلية التي تعترض التنفيذ ووضع الحلول المناسبة لها. أنا عندي دورة كرة قدم في المدرسة، إذا أنا ما خططتش الدوري بشكل سليم ممكن يصير في عندي مشكلات مستقبلية. مثلا أجي أقول والله يا أولاد نعمل دوري، يلا الفريق كذا وفريق كذا ينزل، أجي أفتح القصة ما ألاقيش كرة قدم، أو مثلا ألاقي الملعب غير مهيأ، ما ألاقيش عوامل الأمن والسلامة موجودة، ألاقي مثلا الطلبة غايبين. لازم أتنبأ بالمشكلات المستقبلية، إنه أنا لازم أتوقع إنه الكرة تنبعد، لازم يكون في عندي بديل. الكرة مثلا تضيع تنط من فوق الحيطة او يشوتها اللاعب بشكل قوي من فوق الحيط مثلا تروح في مكان ما بنعرفش، هل بدنا نهي الدوري؟ لا، لازم يكون في عندي تنبؤ للمشكلة المستقبلية. لازم يكون في عندي تنبؤ للمشكلة المستقبلية انه مثلا الوقت اللي انا بدي استخدمه، هل هو هيجي مثلا في الطالب هيتعرض للشمس، الطالب مثلا هيتعرض للازعاج، الإدارة هتغلبني، معلمين مش هيطلعوا الطلاب، كل هذه المشكلات المستقبلية لازم أنا أعمل عملية تنبؤ لها وأبدأ أحط الحلول المناسبة لها. رقم اثنين إمكانية تحديد الأهداف وصياغتها إجرائيا وتحديد المهام والوظائف اللازمة وأسلوب أدائها. يساعد في تحديد واجبات كل فرد وكل إدارة أو قسم من أقسام التنظيم تحديدا دقيقا، يعني بيعطي لكل واحد مسؤوليته بشكل دقيق. انت مسؤوليتك في الخط من من من, من في العمل حسب الخطه كذا، وانت مسؤوليتك اعلام، انت مسؤوليتك تحضير الادوات، انت مسؤوليتك التحكيم، انت مسؤوليتك مثلا العلاقات العامه استقبال الناس، انت مسؤوليتك مثلا لوجستي تحضر شو اسمه الادوات او تزين المكان الى اخره.
يساعد في تحديد مصادر التمويل الخاصة بالمشروع. إذا أنا ما كانش في عندي تخطيط سليم، لا ما بقدر أحدد إنه أنا بدي أعمل دوري كرة قدم في المدرسة أو في الكلية أو في الجامعة. مش لازم يكون في عندي مصدر تمويل. إيش يعني مصدر تمويل؟ يعني أنا بدي اللي بدي يفوز، مش بدي أديله جوائز، مش بدي أميز الأول عن الثاني، بلاش، مش بدي يكون في كور مناسبة وصالحة للدوري. كل هذا بيبحث إنه لازم أنا يكون في عندي مصدر للتمويل بشكل سليم. رقم 5، يؤدي التخطيط إلى وضوح العلاقة بين العاملين مرؤوسين ورؤساء. بصير إنه أنا لما بدي أخاطب رئيس القسم أو نائب رئيس القسم، لازم العلاقة تكون من خلال التخطيط، إنه إيش في صلاحيات معاه وإيش في صلاحيات معاي. هل أنا بدي أتوجه له؟ هل بدي أتوجه لإدارتي؟ بكرة أنت في المدرسة لما بدك تخيب مثلاً، هل أنت بدك تخاطب إدارة المدرسة، ولا أنت بدك تخاطب معلم التربية الرياضية المتعاون معك، ولا أنت مثلاً بدك تأخذ إذن مثلاً وكيل المدرسة أو نائب المدير؟ وهذا كل الكلام بيوضح العلاقة ما بين المرؤوس والرؤساء. في عندنا 4 خطوات رئيسية للتخطيط الرياضي. أول خطوة معانا تحديد الهدف. الثانية تحديد الموقف الحالي. رقم 3، تحديد العوامل المساعدة والمعوقة. الخطوة 4، اختيار التصرف المناسب. يعني زي أنا جبت لكم يعني صورة توضيحية، أي أنت كموظف أو كإداري في عندك هدف بدك تصل للهدف هذا، جول بدك تصل للمنصة هذه، بدك تحدد الهدف، هي تعريف الهدف، بدك تحدد موقفك الحالي، لو أنت مشيت هيك أو مشيت هيك ممكن تسقط، بدك تحدد ايش في عوامل مساعده اللي هو ماسكها في ايده. العوامل المساعده بدي انا ارصها جنب بعض عشان اصل للهدف. والخطوه 4، بدي امشي او اختيار التصرف المناسب، بدي امشي باتزان وتوازن عشان ما يصيرش في عندي خلل في العمليه. مبادئ التخطيط، يتفق معظم علماء الاداره على ان التخطيط عمليه تتعلق بالمستقبل وتتنبأ به وتتوقعه. واجب أن تكون المرونة والدقة من أهم سمات التخطيط. شوف كيف المرونة والدقة، مرونة في التعامل مع المشاكل ومع الرؤساء والمرؤوسين، ودقة العمل عشان أنا يكون في عندي جودة عالية. طب ليش بدي المرونة؟ المرونة تحسبا لما قد يطرأ في المستقبل من تغييرات غير متوقعة. أنا ليش بحتاج المرونة؟ لأنه في تغيرات أكيد هتصير في المستقبل، مش معناته انك انت خططت مش هتلاقي عقبات، هتلاقي بدل المطب 10، لكن الشطارة انك انت تستطيع تتجاوز هذه العقوبات بالطريقة وبأقل الخسائر، وانه ما يحيدك عن الهدف. الدقة لضمان تحقيق الأهداف التي يسعى التخطيط لتحقيقها. نيجي نتكلم عن مبادئ هذا التخطيط. اول حاجة عندنا المرونة. أول حاجة عندنا المرونة. رقم 2، صحة الإحصاءات والبيانات المعتمدة. لازم البيانات والأرقام والأخبار اللي بتصلني تكون معتمدة، من جهة معتمدة. منفعش إني أنا آجي أعمل شيء عشوائي، أخذ البيانات من أي مكان. لا، أنا بدي أخذ إحصاءات وبيانات من جهة رسمية معتمدة أو من جهة ذات مصداقية. المشاركة الجماعية في عملية التخطيط، المشاورة، لازم يكون في شورى ما بين العاملين في هذا الشيء. الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة. أنا ما عندي كرة طائرة، لكن في عندي كرة بديلة ممكن أستخدمها. أنا على الشبكة اللي عندي مهترئة، ممكن أستخدم شيء تاني لكن أمشي نشاطي. أنت لما تنزل على المدرسة بكرة هتلاقي الإمكانية، في مدارس فيها إمكانات وفيرة وفي إمكانات غير متوفرة. فأنت إيش بدك تعمل؟ بدك تستغل كل شيء. عشان إيش؟ عشان يطلع اللي هو الدرس أو حصة التربية الرياضية حصة نموذجية. استغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة، كل زاوية بدي أستخدمها. يجب أن يكون التخطيط شاملاً وليس مقتصراً على جانبين واحد، وذلك لمراعاة التوازن لمصالح الجميع. نتكلم عن مراحل التخطيط. الآن احنا بدنا نبدأ نرسم مع بعض
طريقة التخطيط السليمة. عشان أنا أخطط لأي مشروع لازم يكون في عندي هذه المراحل. أول مرحلة مرحلة الإعداد، بدي أبدأ أعد، في عندي مقترحات، في عندي مدة زمنية، في عندي إمكانات مادية، في عندي إمكانات بشرية، في عندي بيانات، في عندي إحصاءات، في عندي معلومات، في عندي منشآت، في عندي شغلات كثيرة. بدي أبدأ عملية أعد. إيش في عندي أنا؟ أنا بدي أعمل دوري كرة طائرة، أو مثلا دوري كرة طاولة. إيش في عندي بقى اللي هو إيش في عندي أدوات؟ إيش الأدوات اللي أنا بملكها؟ هل أنا بأملك طاولة تنس؟ طب هل أنا بأملك ركوت مناسبة؟ طب هل أنا بأملك كور مناسبة؟ طب الزمان اللي أنا بدي أختاره؟ طب أنا هل في عندي حكام؟ طب إيش في عندي موارد مالية أو مادية؟ فهذه كل الأمور أنا لازم أكون في مرحلة الإعداد على ورقة وقلم، أكون مسجلها إيش العناصر القوة اللي معي وإيش عناصر الضعف اللي ضدي. مرحلة الإقرار، أنا بدي أعمل عملية إيش؟ إعداء، بدي أعمل عملية إقرار للخطة، إنه أنا بدي أبدأ تنفيذ الخطة من أول السلم للمرحلة الإدارية. مرحلة التنفيذ، الآن أنا بعد ما اعتمدت الخطة وبدأت في عملية الإقرار تبعتها، بدي أبدأ إيش؟ إني أبدأ بالإجراءات التنفيذ بالتعاون مع مين؟ مع الجهات المسؤولة والجهات المختصة. مرحلة متابعة وتقييم عملية التنفيذ. الآن أنا أعديت، أقررت، نفذت، صار في عندي الآن متابعة، لأنه إيش؟ في تنفيذ على أرض الميدان، فبدي يجيك المشرف أو بدي يجيك المحاضر أو بدي يجيك الموجه، بدي تابعك في الميدان، بدي قيمك أنت مشيت حسب الخطة لما عدناك ولا ما مشيتش. هنا تأتي لي عملية المتابعة وتقييم الخطة في كل مرحلة في العمل في هذه الخطة. نيجي نتكلم عن أنواع التخطيط. طبعا لو إحنا بدنا نبحث عن أنواع التخطيط هنلاقي بدل النوع ألف في ناس حددت نوع واحد، وفي كتب كثيرة حطت أكثر من نوع، لكن نرجع ونقول إنه كل الاختلافات الموجودة لا تختلف في مضمون مفهوم الإدارة بشكل عام. رقم واحد عندنا التخطيط طويل المدى، رقم اثنين تخطيط متوسط المدى، رقم ثلاثة تخطيط قصير المدى. نيجي نتكلم عن أول شيء التخطيط طويل المدى. من اسمه طويل المدى، أي من 10 إلى 15 سنة تقريبا من التخطيط. بعمل على إيش؟ بتكوين الأبطال على المدى الطويل في بعض الألعاب الرياضية. إذا أنا ببدأ إيش؟ ببدأ أعمل دراسة لبعض اللاعبين، إنه أنا بدي أبدأ أنشئ هذا اللاعب بعد 15 سنة بدي يطلع بطل من بطل مثلا بطل في عندي في الدولة. ببدأ هذه الخطة تستخدم في ذلك. أي تتوالى هذه الألعاب اللاعب، تتولى هذه الألعاب اللاعب من بدايته إلى أن يصل إلى مرحلة البطولة، كما يحدث مثلا في لعبة الجمباز. لاعب الجمباز يحتاج إلى 9 سنوات تقريبا تدريب منتظم ومتواصل لغاية ما يمثل بلده دوليا. من ناحية أخرى يجب العناية بالتخطيط لمناهج التربية الرياضية من مرحلة التعليم الأساسي إلى الثانوية، حتى يكون تخطيطا استراتيجيا بعيد المدى. الآن أنا لما بدي أبدأ أشتغل، مشكلة إحنا مدرسنا يعني اهتمامها في مجال الرياضي اهتمام بسيط. يعني أنا لو مثلا عندي طالب مميز في كرة القدم أو في أي لعبة رياضية، حبدأ أشتغل معاه مثلا من ناحية التدريس واكتشاف، أنا بدي أكتشفه بعمل له عملية التقاء. لو بدي أبدأ أشتغل معاه نظام تدريب، ممكن أنا أسلمه لنادي، ممكن أسلمه لجهة مختصة، لكن في كثير منا كمعلمين ما بيهتموش في هذا الأمر. خلاص المهم إنه أنا أخذ دوري أو دوريين أو ثلاثة أو أربعة على مدار السنوات الموجودة عندي هذا اللاعب، بعدين خلاص الله يسأل عليه، بوصي عليه المدرس في المدرسة الأخرى، والله يا أبو فلان في طالب جيك اسمه كذا كذا، هذا ما شاء الله عليه لعيب، اهتم فيه وحيجيب لك بطولات إلى آخره. لكن إحنا ما بنهتم على المدى البعيد إنه ممكن هذا اللاعب يخرج بطل. نيجي للتخطيط متوسط المدى. متوسط المدى أي من 4 إلى 5 سنوات تقريبا، ينبثق من تخطيط طويل الأجل. هذا النوع من التخطيط يتم للإعداد للدورات الأولمبية وبطولات العالم، وعادة ما يبدأ هذا النوع بعد نهاية كل دورة أولمبية استعدادا من
الدورة الأولمبية القادمة، وغالبا تقسم إلى خطط قصيرة الأجل. يعني أنا بقسم لخطط صغيرة، بعدك بعمل على تحقيق الهدف اللي هو في النهاية هدف التخطيط متوسط المدى. إذا تخطيط متوسط المدى من 4 إلى 5 سنوات، ويستخدم في أغلب الأحيان في مجالنا الرياضي في الدورات الأولمبية. أما تخطيط قصير المدى مدته سنة أو أقل من ذلك تقريبا، وهو الأكثر شيوعا في مجال التربية الرياضية، يكون خطة سنوية مهمة الاستعداد للبطولات المحلية. يعني اليوم إحنا لما بننتهي الدوري نبدأ عملية اللي هو تخطيط قصير المدى، إنه بدنا نعمل مثلا تنمية للمهارات للاعبين أو اللياقة البدنية، أو مثلا بدي اللاعب الفلاني بيلزمنيش اللاعب الفلاني، ببدأ عملية تخطيط وهي تخطيط قصير المدى. أو مثلا في الدورات المدرسية أو بطولات المناطق، مثلا في المدارس احنا بنخطط في بداية العام بيكون تخطيطنا بس شهرين أو شهر ونص، ببدأ أدرب الطلاب، ببدأ أكتشف الطلاب، بعمل دوري عملية انتقاء للاعبين عشان أخرج في النهاية في بطولة تناسب الجميع. طبعا في عندنا نوع اخر انا جبته بس للمعرفه، مش مطالبين فيه. انتم مطالبين فيه اللي هو 3 انواع اللي انا تكلمت عنهم. في انواع، في حتلاقي كثير من الكتب قال لك في انواع اخرى. في عندنا التخطيط الاستراتيجي، في عندنا التخطيط التكتيكي، وفي عندنا التخطيط التنفيذي. 3 انواع مشهوره بشكل كبير زيها زي اللي قبلها، لكن احنا حنعتمد على الطويل والقصير والمتوسط المدى. مواصفات الخطة الجيدة: أن تكون هناك حاجة ملموسة للخطة، فالحاجة تمثل دافع. ما هو أنا بنفعش أحط خطة وأنا مش بحاجة لها، لازم يكون في عندي حاجة ملحة وملموسة لهذه الخطة. أن تعتمد الخطة على أهداف وأبعاد واضحة، فعدم وضوح الهدف يجعل عملية التخطيط في تخبط. لازم الخطة تكون أهدافها واضحة عشان أنا أفهم أنا إيش بدي. بدي أتخرج ولا مش أتخرج؟ بدي أجيب درجة ولا مش أجيب درجة؟ إذا أنا كانت أهدافي واضحة حسعى وحشتهد، لكن إذا كانت أهدافي غير واضحة حيصير في تخبط في اللي هو في الإنسان نفسه، حيضيع كثير من الجهد والوقت والمال في هذا في هذه العملية. أن تبنى الخطة على أساس أو على أسس مدروسة وعلى بيانات ومعلومات سليمة، وليس على أساس التخمين أو الافتراض، وأن تتميز الخطة بالمرونة. شوف قديش تكلمنا على إنه لازم الخطة تكون واضحة أو لازم التخطيط تكون واضح، قديش تكلمنا على وضوح الأهداف، قديش تكلمنا عن مرونة التخطيط، قديش تكلمنا على إنه لازم نأخذ البيانات والمعلومات والإحصاءات والأرقام بشكلها السليم ومصادرها السليمة. أن تبين الخطة مستويات العمل بوضوح، ويعرف كل مشترك دوره بالتنفيذ وواجباته في كل مستويات العمل، وتكون العلاقة بين هذه المستويات واضحة وتلتقي في اتجاه تحقيق الهدف بتناسق وتكامل. كلام جميل جدا في اللي هو العملية الإدارية. أن تحقق الخطة دقة التوقع للمستقبل، هذه مواصفات الخطة الجيدة، وهو موضوع مهم وأمر ضروري جدا عشان إحنا نمشي بالطريق السليم. تقريبا آخر شيء معانا فوائد التخطيط: يزيد من قدرة أي عمل على التأقلم والتكيف، يساعد على استخدام الأمثل لموارد العمل المادي والبشري، يساعد على تشخيص مشكلات المستقبل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهتها، يساعد على التفكير المنظم، يساعد على التفكير في المستقبل والإعداد له، تعتبر الخطة المعيار الأمثل للرقابة بعد التنفيذ، يساعد على تخفيض التكاليف، يقلل من النشاط العشوائي والجهود المتداخلة، التقليل من وقت إنجاز العمل. بعرف انه الكلام كثير، وبعرف انه الشغلات المطلوبه منك كثيره، لكن انا بدي تاخذوا الكلام هذا على مستواك الشخصي اكثر ما تاخذوه لنجاح او دراسه الماده. ليش؟ لانه هذا المساق او هذه المحاضره محاضره مهمه جدا لاي فرد ولاي انسان بده ينجح في حياته، وبده يعرف انه هل هو ماشي صح ولا ماشي غلط. انا خليت اليوم المحاضره فقط لموضوع التخطيط لما له من اهميه في الإدارة، وهو يعتبر الوظيفة الأولى والأكثر أهمية من وظائف الإدارة. بارك الله فيكم جميعا، أتمنى السلام للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.